أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة عنصرين لقوات الأسد بجروح جراء اشتباكات اندلعت بينهم وبين عناصر لميليشيات الدفاع الوطني في مدينة دير الزور. المحتجون يطالبون الأفرع الأمنية لدى سلطة الأسد بإطلاق سراح إحدى النساء جراء اختطافها مساء أمس من قبل عصابة مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني حسب مراسل حلب اليوم. متظاهرو بلدة سليم بريف السويداء يخرجون في مظاهرة ضد سلطة الأسد متوجهين إلى ساحة الكرامة في المحافظة. فريق منسق استجابة سوريا يوثق في تقرير له عددا من المصاعب التي يواجهها النازحون في مخيمات شمال غرب سوريا، من بينها صعوبة تأمين الخبز والغذاء وانتشار الحرائق والأمراض الجلدية. السلطات الفرنسية تنقذ أكثر من 125 مهاجراً غير شرعي بينهم سوريون من بحر المانش خلال محاولتهم العبور نحو المملكة المتحدة خلال اليومين الماضيين. مقتل 4 عناصر من قوى الأمن العام الأسايتش التابعة لقسد إثر غارة من طائرة مسيرة تركية استهدفت موقعهم على أطراف مدينة القامشلي شمال الحسكة.